هتابع مع حضراتكم احد ملف مهم دايما البعض بيتكلم عليه، ملف من يطلق عليهم الاختفاء القسري. احد او اتنين عينة فقط لا غير، عندنا عشرات ولكن عشان وقت حضراتكم، اعضاء في جماعة الاخوان الارهابية، الاسرة اخوانية من قيادات جماعة الاخوان الارهابية، صدر سواء من الاتحاد الاوروبي بعد ما بتوع الاخوان روجوا انه الناس دول مختفين قسريا بقالهم سنوات، وجدنا هؤلاء انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي وقتلوا مع تنظيم داعش. لو احنا نشوف هذه الصور على الهواء، نتكلم على عمر إبراهيم الديب والده، قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية من الصف الأول في الإخوان. هذا هو عمر الديب الذي انضم لداعش وفي نفس الوقت قالوا أنه اختفى قسريا. قيادي آخر سند إسلام يكن، نفس الحكاية، تحدثوا عنه أنه تم اختفاءه قسريا، الأجهزة الأمن المصرية أخذته وتم اكتشاف أنه انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وقتل هناك. لماذا لا يتم التحقق من هذه المعلومات عندما يتم اتهام الدولة المصرية أنها تم اعتقال أو اختفاء قسريا لمثل لهؤلاء، وهو أمر لا يحدث في ظل الشائعات والأكاذيب ضد مصر؟ اسمعني سيدي، نحن نعلم اليوم، نحن نعلم جميعا أن الإشاعات والمعلومات المغرضة هي سلاح. أنتم أشرتم على مثالين، وهذان المثالان يوضحان أن هذه معلومات فاسدة، وللأسف مصر تعاني مثل ما عانت العراق، مثل ما عانت سوريا أيضا. إنها كانت دول عليها الضغوط لكي يحدث فيها عدم استقرار، وهذه الضغوط تأتي من الخارج. وأقول لكم أنه عندما يوجد الفوضى فلا تسأل عن حقوق الإنسان، إنها نقطة مهمة جدا. إذن أعتقد أن في مصر من الهام جدا أن تراجعوا هذه المعلومات. يوجد العديد من الأشخاص يختفوا، أتفق معكم، لكن أين هم؟ هل هم في إدلب مثلا في سوريا؟ هل هم ينضموا لمجموعات من الإرهابيين موجودة في أي مكان آخر في العالم؟ ما يحدث الآن أن يشاع أنهم تم اختفائهم قسريا ونتهم الحكومة بذلك، وأؤكد أن هذا في مصر أو في فرنسا. نحن نعلم أن هذه المناورات تحدث لاتهام الحكومات. نحن نعلم أن أنتم للأسف دولة، للأسف من وقت للآخر يوجد بعض المواطنين لا يختفوا، أي نعم، لكن نجد في منهم يظهر في دول أخرى، وهؤلاء الأشخاص نعلم أنهم خطيرين على بلادهم. نحن متفقين معكم أن مكافحة الإرهاب ومعركة ضد الإرهاب نحن نشكركم عليها، أنتم تقومون بمعركة. وأؤكد لكم أن هؤلاء الإرهابيين الذين تكافحونهم وتقبضون عليهم، بالفعل إن تركتوهم هنا فسوف نجدهم غدا في فرنسا أو في بلجيكا أو في أي دولة أوروبية. نحن بالفعل نكون كل الاحترام والعرفان بالجميل لمصر على حربها ضد الإرهاب، وبالفعل أنتم تلعبوا دور مهم جدا في حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله.